هذه الرواية اللي جيت اليوم هون من أجلها، جيت من أجل أعلني نعطي نبدأ للبراعم وشبابنا الصغير عن ما يتوارثه الأجداد والأسلاف من هذا التراث، من الرواية الشفهية اللي هي فيها ياسر من العطاء وياسر من المعنى وياسر من التوارث، التجربة والصبر والدين والأخلاق والصمود من أجل الصبر في البيئة الصحراوية اللي كانت دائما الناس تعاني فيها الكثير، ورغم ذلك حافظت على هذا الموروث ذهبي حالين وصلتونا هون، ويالتنا أمانة في دينا نأدوا فيها الحقيقة الواجب ونوصلوها لهذا الشباب اللي هو في أمس الحاجة لها.